ميموشكا ميموشكا. جبت الحاجة اللي قلت لك عليها موري؟ مرسي. ايوه يا فندم، جبت كل حاجة. يا ناس، انا اسمي مرسي محمد مرسي، لكن زوجتي المتفرنجة مش عاجبها الاسم مرسي. قال ايه بلدي ما يلقش بمركزها ولا بمركز ابوها. ولد ويمسي مغيس. خد البضاعة على الست. حاضر. نعم، في هذا يا فندم. بس دون تطلع ايه بقى في الفواكه؟ عجوة بس سمر شوية. يلا بلاش، لا تروح شوف فواكه فين. ولد. ايوه من موزين موريسا. طلعت من تحت الارض يا ملعون، سايب الطبيخ بتاع البيت وبتشوف الطبيخ التاني. طب انت مفعول ايه؟ متغزل ليه؟ علشان دي ليلة ادب. انت مالك انت؟ ابويا عمك خالي. اقصى عليك يا فواكه، تهبي واحد واحد فراش وتسيبي واحد سفرجي. ما يحكمش. ما يحكمش؟ طيب الست عايزاك، روح شوف عايز ايه. اديني رايي. اهلا بفضلك يا مدموازيل. اهلا بريحه الحبايب. ممكن تعملي لي فنجان شاي احسن؟ انا عندي صداع. من عينيا الاثنين. استناني انا راجعه لك حالا. بس والنبي اوعى تقول للمدير ان انا عملت لك شاي احسن بعد اللي موتني. نعم، وانت عايز ايه؟ مستني مدموازيل فواكه. انت كمان عايز فواكه؟ كل فراشين الشركه عاملين فيها شركه. انا راح نوديكم في داهيه، طول بالك عليا. ميرسي موريس. اسمي مرسي. يا سعادة البيت، انا خلاص مش عايز اشتغل هنا. ايه في ايه؟ في طبيخ، في مساخر. طبيخ مساخر؟ انت مجنون؟ لا انا مش مجنون، انا موزون تمام. انا شفت بعيني، ما حدش قال لي. ايه اللي شفته؟ الملعونة فواكه دي مالها؟ زبطت بنفسي مع الفراش بتاع الشركة وهو بيبوسه. الفراش وهو بيبوسه؟ ايوه، بعته قدام عيني بوسة. انا راجل جد، انا ما نستعملش الحاجات دي. يا مراهق يا رقيع. لا والله، شربنا الشاي كومبليت. انت ازاي تتجرأ وتعمل الحاجات المخجلة دي في بيتي انا؟ يا فندم، هو انا عملت حاجة؟ انت بتعمل هنا ايه في المطبخ؟ مستني فواكه. وبتعترف يا تعلب؟ مستني فواكه ليه؟ اصل طالب منها حاجة. يا خجل، كنت طالب منها ايه؟ قول. ما اقدرش اقول. ليه مش عاوز تقول؟ لانها قالت له اوعى تقول. بقى انتوا الاتنين بتستغفلوني. نستغفلك على ايه يا فندم؟ دي حاجة هايفة. هايفة؟ هايفة للمسخرة اللي بتعملوها هنا. مسخرة؟ مسخرة ايه يا اخويا؟ يا فندم، الحاجة اللي انا طلبتها من فواكه سيادتك بتطلبها منها كتير. اخرس اخرس. اديني وشك. ما كفاية ضرب وشي ترقب. وشك احسن، انا مشحون ديناميت. اتفضل. مخصوم منك 10 ايام. مش كتير على همتك يا فندم، خيرك سابق. اتفضل. ودننتيني يا بنت يا بيضة، ودننتيني ودننتيني يا بنت يا سمراء، ودننتيني. صباح الخير يا عوض. صباحك بالنور. انت شرف وانست. خد عاد نظف الاوضه قبل ما يجي المدير. مدير؟ انا خلاص طهقت من المدير ورزلت المدير وخصومات المدير. بشرفي انا لو شفته لازم البسه المكتب ده فوق نفوخه. المدير وجد المدير وجد جد المدير وجد جد جد
ايد المدير. يا ما القطه في الخلا تعمل كبش البلا. جاتك البلا، انت فكرك انا قد اخاف منه اتحوش منه؟ ده انا مستعد اقول له انت مش مدير، انت خنزير الخنازير، انت طرطور الطرطور. احم احم ولا ستين احم، انا همني قد ده انا مستعد اقول له انت حيطه يا معطف يا جردل يا طشت يا بوليس النجدة. وشك وشك عصبي عصبي قرب نزل ايديك وعصك لفوق سنح دنح ميا ابلع 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 ميا 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 ابلع 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 ميا 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 ابلع زمزم. عايز ايه؟ انا معايا منديل من مناديل المدير، ممكن تطلعي لي احمر شفايفك عليه؟ يا خبر ليه؟ اصل مراته عنده في المكتب ودي فرصه علشان الواحد ينتقم. طب وبعدين لما يعرف ان انا اللي عملت كده؟ مش هيعرف ولا حاجه، خد اطلعي. انا مش عارف اشكرك ازاي، انا لو شكرتك 10 سنين مش خساره فيك 10 سنين مع الشكر عن اذنك. اسمحي لي يا ميمي، انت الايام دي بقت مصاريفك كتيره خالص، ده انت عايزه اموال قارون. ايه النغمة الجديدة دي يا سي موريس؟ موريس؟ يا هانم انا قلتلك الف مرة ان اسمي مرسي مرسي مرسي. يا بيه انا قلتلك مليون الف مرة اسمي مرسي بلدي، اسمي موريس اشيك. العصبي ادخل 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 جيت في وقتك. وشك 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 لا وشك ولا ظهرك. اتفضل جواب. جواب الاستقالة؟ لا يا فندم، هو انا خلصني ده جواب من واحدة ست. واحدة ست؟ ايوه ايوه، ما رضيتش تدخل لما عرفت ان سيادتك موجودة هنا. ومين الست دي بقى يا جناب المدير؟ ربما تكون واحدة زبونة مقدمة شكوى. وريني. انا ما اعرفش حاجه ابدا. اللي مديلك على المنديل بالروج يا حلاوه. انا ما اعرفش حاجه ابدا. الله يخرب بيتك يا فراش يا دوب. بتغشني يا موريس، بتخدعني يا 30,000 موريس. انا بريء. اخرس بريء في عينك. على العموم انا هوري لك، تعرف لو رجعت البيت هطين عشتك. انا بريء. اخرس بريء. بتخش البيت وانا نايمه وتخرج من البيت وانا نايمه. انا بريء. اخرس وشك. انا بريء انا بريء انا بريء. الله يخرب بيتك يا فراش يا دون. الله يخرب بيتك. غور من وشي انت كمان. مرفوت افندم، يعني مفصول مطرود برا. خلاص يا اخرز ان على الله، ربنا يشفيك. برا برا برا. خربت بيتي. اهلا وسهلا سي مصطفى، رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا عم حسين. انت مش ناوي تصوم رمضان السنه دي ولا ايه؟ رمضان بس؟ ده انا هصوم على طول. حسابك كام؟ 90 قرش. يا سلام، يعني افك لك جنيه علشان 90 قرش؟ لا لا لا، اللي يريحك. تحب تخليه معاك لغايه ما يبقى الحساب جنيه؟ لا، فقر بلادين هو الغنى الكامل. تشكر. وادي 10 ساغه. ايه يا عم؟ الا قول لي يا درش، انت مش هتشتري يا مش رمضان؟ يا مش رمضان؟ ده انا كل اللي هحتكم عليه النص ريال ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت واقفة لوحدك زعلانة ليه؟ اصل الفانوس بتاعي مسكتي وقديم. طيب ابوك ما اشتري لكيش فانوس جديد ليه؟ اصل ابويا ميت امي معياش فلوس. لا حول الله، انا حبيبتي هشتري لك فانوس. يعجبك ده؟ ايوه. خدي العبي بيه. كنت تابع العب بيه. ميرسي. حسابك كام يا عم حسين؟ 10 ساغ يا درش. اتفضل. شكر. عشقنا عليك يا رب. ايه
دف له ايه ده؟